اسمه السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مباشرة هنا من مدينة تيزنيت جوهرة الجنوب، دائما على واقع صفر حالة الحمد لله. إذا الأجواء كما كتلاحظوا أجواء ضبابية باردة هنا بمدينة تيزنيت. إذا الحصيلة اليومية اللي كتعطيها لنا وزارة الصحة ديال 10 ديال الصباح، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 93 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6380 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 64299 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن والحمد لله وفق المصدر ذاته 2930 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الله يرحمهم جميعا إن شاء الله 188 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا العدد 93 حالة إصابة هذه 12 ساعة هذه، إذا مزيدا من الحيطة والحذر دائما، وضع الكمامات كذلك مسافة الأمان، يعني عموما الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي كتخدها بيان سيغ السلطات المغربية بكل وطنية والمسؤولية. إذا هذه الأجواء كيف عمل في مدينة تيزنيت. دائما مدينة تيزنيت على واقع صفر حالة والحمد لله. إذا هذا الصباح هذا 99 حالة تسجلت، إذا مزيدا من الحيطة والحذر، يعني العدد غادي يرتفع، إذا مزيدا من الحيطة والحذر جميعا. إذن دائما على قناتكم شوف تي في، مرحبا بكم معنا. مباشرة من مدينة تيزنيت جوهرة الجنوب، دائما على واقع صفر حالة هنا بالمدينة وكذلك الإقليم، إقليم مدينة تيزنيت.
إذن رقم مهم 93 حالة، إذن مزيدا من الحيطة والحذر، إذن عفاكم الالتزام بقواعد السلامة الصحية اللي كتاخدها يعني السلطات بكل صرامة. إذن كما كتلاحظوا الأجواء في مدينة تيزنيت كيف عاملة، الشارع الرئيسي، تحية خالصة لجميع عمال النظافة، كذلك أطقم الطبية، كذلك السلطات المحلية يعني لكي يقوموا بأكثر من جهدهم، خصوصا في الظروف هذه الحالية ديال كوفيد 19. ان شاء الله يا ربي امين يرفع علينا ربي هذا الوباء هذا. إذن دائما مدينة تيزنيت هذا الشارع الرئيسي دائما على واقع صفر حالة بمدينة تيزنيت الحمد لله. إذن الله يشفي جميع المرضى، الله يرحم موتى المسلمين هذا المرض هذا، مزيدا من الحيطة والحذر. وضع الكمامات، كذلك مسافة الأمان، باش ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا يا ربي أمين إن شاء الله. إذن 93 حالة هذا الصباح هذا، الله يشفي جميع المرضى يا ربي أمين. إذن إلى هنا وصلنا لنهاية حصة اليومية، حصيلة اليومية ديال هاد الصباح هذا، العشرة ديال الصباح اللي كتعطيها لنا وزارة الصحة. إذن إلى اللقاء، إلى فرصة قادمة بحول الله، دائما على قناتكم شوف تيفي.